تتسع تفاعلات الأزمة السورية لتطالما فيها من مناطق كردية. واجهة الأحداث وجدت لها مكانا في مدينة القامشلي. سكاي نيوز عربية حصلت على صور حصرية تظهر سيطرة عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وهم يقومون بحماية المقار الأمنية للنظام السوري. عندما يسلم زمام الأمور في هذه المنطقة لحزب ما وعدم إشراك حزب آخر فإنه بهذه الحالة يحاول أن يفرق بين ويحاول أن يثير فتنة بين مكونات الشعب الكردي في المناطق الكردية. دخول مباشر على خط الأزمة سجله الحزب من خلال اتهامه بالعمل بالإنابة عن النظام السوري في قمع الاحتجاجات. الإصابات في عمودة شبيحة الأسد. عمليات اختطاف لمعارضين وتظاهرات مطالبة بإطلاق سراح معتقلين شهدتها بعض المدن والقرى الكردية السورية. العناصر التي شاركت في هذه عمليات الاختطاف او عمليه اطلاق النار كانوا من عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي، وهم ذكروا هذا الشيء من خلال بيان تبنوا عمليه القاء القبض على 5 عناصر من الحراك الشبابي الكردي. ويرى بعض المراقبين ان النظام السوري يسعى الى تحييد الاكراد في سوريا بالاضافه الى اقلاق الحكومه التركيه عبر غض النظر عن سيطرة حزب مقرب من حزب العمال الكردستاني على مدينة القامشلي ومناطق أخرى. يبدو أن النظام في سوريا يهدف إلى تحقيق أمرين من خلال تسليم إدارة المناطق الكردية إلى جهات سياسية وأمنية وإن كانت موالية له بشكل جزئي. الأول استمرار إدارته لتلك المناطق من خلال تلك الجهات، والثاني تحييد المعارضة الكردية السورية المنضوية في المجلس الوطني السوري، وبالتالي إخراجها من المعادلة الأمنية والمواجهة الأمنية الجارية مع المعارضة السورية. يوسف الحسيني، سكاي نيوز عربية، محافظة أربيل شمالي العراق.